شرف الدين الجسمي مسرحي. الدورة 31 لمهرجان تبرنك تنطلق اليوم 3/16 أوت. التأخير بقاع شوية خاطر تزامن مع مهرجان شمتو ولظروف أمنية معناتها يطول شرحها، ما نجموش نعملوا مهرجانات باراليل مع بعضهم لظروف أمنية. النقطة الثانية الخصوصية نتاع المهرجان اللي جمع فيه المسرح، فيه زوج عروض مسرحية، عرض بسام الحمراوي وعرض معناتها جاي فيه الجانب الكوميدي وعرض صخب لمحمد بن موسى اللي هو عرض تراجيدي. لهنا فما تنوع في العروض المسرحيه، مش الشباب ولا المتفرج بصفه عامه ينجم يشوف برشا انواع نتاع مسرح، خاطر المسرح مش كان الكوميديا، فيه التراجيدي، فيه المسرح التعليمي، فيه المسرح السياسي الى غير ذلك، وهذه فرصه باش ناسوا معناتها المسرح الجديد باش يشوفوا الشباب. يمكن ما توفرش لي الفرصه باش يشوفوا في فضاءات اخرى، هيك فرصه باش يشوفوا في مهرجان تبرنك. ايضا خصوصيه نتاع المهرجان اللي هي الانفتاح المهرجان، تعرفوا مدينه غردما رقعه ترابيه كبيره برشا تضم اكثر من 120 الف ساكن، يعني فهناك عروض يعني فنيه باش تكون في القلعه في ورغش، مثل عرض عبد الرحمن الشيخاوي والعرض الفني الاخر باش يكون عرض مغربي نار المشاب باش ينجم يكون معناتها في القلعه. يعني التنوع والاختلاف في العروض الى جانب الانفتاح، هذه بتعتبر معناتها تميز الدوره هذه 31 رغم الصعوبات معناتها التقنيه واللوجستيه كبقيه المراجد الاخرى. نحاولوا نبنوا على معناتها الحاجات الايجابيه وان شاء الله تكون معناتها بعد عامين من الكورونا معناتها ان شاء الله القادم افضل.